ولد مشهورة صحيح ولدت أشهر من العالم على نار، حسبي الله ونعم الوكيل، لكن مثالش أنا حتى في الحقد متاعهم وكرهم لي استفدت، خليوني بربي. عسلامة. عسلامة. لو كان يظهر المشاهدين يعرفوك، أما لو كان جيت تعرفهم على روحك أكثر. أنا نادية غريبي، مواطنة تونسية، ناطقة في جمعية السلام الدولية نصر المنديلا. جيت لتونس توا لحياة ذكرى الصحفية شيرين باقيل. لو كان تحكي لنا على أجواء كأس العالم والبوليميك اللي صارت على خاطر. وليت مشهورة طبعا. صحيح وليت أشهر من العالم على نار. ما عندي ما أقول، حسبي الله ونعم الوكيل، لكن مثالش أنا حتى في الحقد متاعهم وكرهم لي استفدت، كنت أنا مستفادة الحمد لله. أنت شو تحب تقول السيد اللي التقت لك الصورة؟ قل له ربي يهديك. وشو الخلفيات؟ شكون اللي وراك؟ أكها تحس وراها اللي أنت حد يعني؟ أكيد أكيد أكيد. عليه؟ كيك خطر هو الصحافي ينقل الصورة الصحيحة وينقل الموقف الصحيح. هكا ولا هذي اللي قريتوه عليه الصحافة. هو ليه؟ هو عمل العكس. بدأ لي في الصورة، بدأ لي في كل شيء. أنت لو كنت تحكي لي بعد ما جيت من الكوب دو موند كيف شريت الأصداء اللي هنا في تونس؟ والله جيت نقع الناس كل من المطار والناس كل مركزة عليا. وقت أنا ما عملت حتى جريمة، معناتها الناس اللي تكلموا فيا واللي نبر عليهم هم اللي عملوا جريمة في حقي، في حقي أنا وفي حق الدين وفي حق كل شيء. معناتها التونسي والتنمر، ولا خلينا نقول التونسي والتنبير. برشا التونسي والتنبير، هذيك خاطر ما نشبع على شيء نشابع عليه ما لغزبه. شو تحب تقول لهم التونسي النبار هذو؟ وعندي ما أقول لهم حسبي الله ونعم الوكيل. وراهو معناتها كيما يقولوا يعني معناتها ما عنده ما يزيدني ما ينقصني، ما فهمني. ها؟ لو رجعت لحياتك الطبيعية؟ لا الحمد لله أي. خليوني بربي. اليوم نلقاوك في الندوة هذية ولا في يوم الشهيد. لو كان تحكي لي شنية البدرة هذية ولا علاش؟ والله أنا بحكم الصحفية هذية معناتها وجعتنا وجعت التوانسة الكل، وهي عربية، وأنا بحكم ناطقة في الرسمية متاع تونس متاع جمعية نصر المنديلا يلزمني يكون موجودة، وقاموا استدعاوني وأنا جيت لبيت الحضور وكنت موجودة هنا، فهمت. الله يرحمها وإن شاء الله تكون هي آخر شهيدة في الصحافة وفي أي إنسان عربي. آخر شهيد عربي. آخر شهيد عربي يا ربي. خلينا نكون متفاهمين يعني. الله يرحمها. الله يرحمها ويرحم كل شهيد عربي كان والفلسطيني بالخصوص. وخلينا نمشي يعني نقولوا شو نقولوا للجالية الفلسطينية المتواجدة هنا في تونس. والله فلسطين وتونس تسمعوا بلد واحد، وربي معاهم وربي يعطيهم القوة وربي يكونوا معاهم. ما احنا ما باليد حيلة معناتها. انت رينك في كاس العالم لكن رينا زادة اللي الجمهور العربي كان الكل رافع علم فلسطين. اي هذيك حب تونس فلسطين حب لا ينتهي. انت كيفاش ريت الحب العالم العربي يعني حب المشجعين العرب العالم العربي يكره الظلم. الظلم من أساسه من بدايته إلى نهايته. ما احنا ضد الظلم، والعدوان الإسرائيلي على فلسطين هو ظلم. بارك الله فيك.